السلام عليكم. كان في سؤال بيسأل لو انا عندي حائط وفي اكتر من ماتيريال في الحائط دوت جنب بعض، وعايز ادي كل واحد فيهم رمز او كود، اعمل الموضوع ده ازاي؟ طيب احنا هنفترض الحيطه ديت وعايز ان انا ابدا احط اكتر من جزء، فببدا اقول له سبيس فيس واختار الفيس بتاعي، وممكن نضيف بقى حاجه بشكل عشوائي مثلا زي ما انت عايز. تمام، ممكن تضيف بال سي بي لاين او ممكن تضيف ريكتانجل، يعني تقدر ترسم الرسمه اللي انت عايزها كانك انت بترسم على الاوتوكاد 2 دي عادي اهوت. وتعالى نضيف واحده كمان، الموضوع بسيط، ان احنا بنقسم الحائط بتاعنا اكتر من جزء. كده احنا قسمنا بس ما اديناش لسه ماتيريال. هاجي بقى على الجزء بتاع بنت، وتبدأ بقى تختار الماتيريال من هنا وتبدأ تحطها على الأجزاء اللي موجودة عندك بالشكل دوت. طيب عايز بقى أبدأ أعمل معلومة الماتيريال، فهقول له ماتيريال تاج، لكن غالبا هيرفض. ليه؟ عشان في 3D. فهقول له سيف، احفظ لي الحاجة وأسمي مثلا واحد كده تشتغل معايا. فهقول له ماتيريال تاج، بيقول لي ما عندناش الفاميلي ديت. هقول له حملها لي بسرعة، هتلاقيه غالبا في الانوتيشن. لو شايفه اقول لا عشان انا مش ما بشوفش بالليل. طيب ممكن لا في اركتكتشر اهي، اقول له اوكي. واقول له حط لي اسم الماتيريال هوت. تمام اهو، هنا حط الاسم. طيب حتى لو ادينا علامة استفهام نقدر ندخل ونعدل ونختار الماتيريال نكتب اسمها ازاي. دي اول واحدة، دي مكتوبة جاهزة. وهنا غالبا المشكلة ان الفاميلي اللي هي التاج بتقرا الديسكريبشن مش بتقرا الاسم. تمام، طيب خلينا نحل المشكلة، يعني مفيش مشكلة، ولو في مشكلة حلها مش مشكلة. طيب اولا ممكن تيجي على لمسة الفهم ديت وتكتب الوصف بتاع الماتيريال اللي انت عايزه، مثلا E3. خلاص هي كده اتسجلت، دي اول واحدة. الحل التاني ان انت تعمل سيلكت على التاج وتدخل edit family وتقول له انا عايز اقرا اسم الفاميلي وليس الديسكريبشن بتاعها. هو هنا بيقرا الديسكريبشن، فهعمل سيلكت عليه واخش على الليبل واقول له اديت، وبدل الديسكريبشن دي اخلي يقرا المارك او الموديل او النيم مثلا هيت. تمام كده هيقرا الاثنين واعمل لك علامة بينهم واقول له حملها في المشروع. كده انا كاتب الديسكريبشن وكاتب مع النيم. دي طريقه. الطريقه التانية ان احنا ندخل على الفاميلي نفسها والماتيريال نفسها ونكتب الديسكريبشن، يعني كل دي طرق ممكن نعدل منها الحاجه اللي احنا عايزينها. فممكن تدخل بقى من قائمه مانيج ماتيريال وتشوف الماتيريال اللي انت حطيتها وتكتب جنب الاسم الديسكريبشن بتاعها. كل حاجه موجوده، ده النيم وده الديسكريبشن، فتشوف اني ماتيريال وتروح مخلي ديسكريبشن.